مساء انضباطيه، فقبل ما غادي نبدا اول حصه يكون عندي اجتماع مع اللاعبين باش يمكن لهم يعرفوا شنو هي الاهداف اللي تنخدموا هذه السنه هذه، واش كيتسنى من الجمهور ديالنا. كذلك غادي نحط لين دو كوندويت غادي تطبق على الجميع، واولهم وانا والستاف ديالي. دشنت مولودية وهران تحضيراتها الموسم الجديد 2018-2019 بمعدل حصتين في اليوم بملعب الشهيد أحمد زبانة تحت قيادة المدرب المغربي زكي بدو. حصة اليوم عرفت حضور جل اللاعبين القدامى منهم والجدد باستثناء ناجي رشيد المرخص له من طرف الطاقم الفني بسبب الحالة الصحية لمولوده الجديد، والحارس معزوزي بترخيص هو الآخر من مدربه. وعن التحضيرات، كشف المدرب بدو زكي عن رضاه لسير الحسن للجو العام وتجاوب اللاعبين مع الاستراتيجية الجديدة، ونفس الانطباع لمسناه عند كل من زيري حمار الوافد الجديد من شبيبة القبائل، وبشار سفيان مدافع شباب بلوزداد سابقا، وخوالد نصر الدين الذي فك الرباط مع نادي أحد السعودي في تجربة قصيرة. وكان الطاقم الفني قد عقد ندوة صحفية قدم من خلالها برنامجه التحضيري والمقسم على ثلاث مراحل قبل التنقل لتركيا لاستكمال البرنامج قبل الدخول في المنافسة الرسمية والتي يتطلع من خلالها الحمراوي بأداء موسم استثنائي وجيد. خوالد، رحبوا بك في مدينة وهران، في مولودية وهران، الجمهور الوهراني رحب بك بعد تجربة قصيرة يعني في الخليج في السعودية، اليوم عدت للجزائر وبالتحديد إلى مولودية وهران. كيف كانت الاتصالات؟ كيف هل في كانت في عروض أخرى؟ وكيف اختاريت المولودية؟ وكيف وجدت المولودية مع بداية هذه التحضيرات؟ السلام عليكم، أشكركم على الترحيب هذا الكبير هذا اللي استقبلتونا في وهران، في مدينة وهران وفي مولودية وهران. الحمد لله، كما قلت كنت في السعودية في نادي أحد، وإن ما طولش بزاف تما، قعدت 5 شهور، وإن ليكيب اللي كنت فيها كانت تلعب على باش السقوط، والحمد لله حققت معهم البقاء. سي لا بيميير فوا، صافينا 9 سنين هما يطلعوا يهبطوا، وكل ما يطلعوا لسماعين جامي يشدوا، العام الأول اللي شدوا فيه بقاء في وين ما كنت مرموق تاع نبقى تما، مي ما تفهمتش معاهم في امور تاع باسكو كنت نسال الدراهم تما، وحبوا ينقصوا لي من لابي تاعي باش يخلصوني ونقصني بشويه، حبوا يسيقسهم اكثر، مي ما تفهمناش وعاود دخلت للجزائر. وهذه كيما نقول ما قدر الله ما شاء فعل. وين دخلت للجزائر وين كانوا عندي عروض هنا في الجزائر، ما نكذبش عليك، ان شاء الله الواحد يدير بوسيبل تاعو بحق. ان شاء الله مدينه وهران عندها بزاف ما فرحتش بها، لكن ان شاء الله نفرحوا العام هذا ويساندونا، باسكو الفريق نشوفوا بلي تغير، بلي بالك واحد 70% ولا 80% الفريق متغير، ان شاء الله يوقفوا معنا ونديروا يد في يد ونكونوا عائله اسره كما نقولوا، واحد مولدية نكملوا اسره في مولدية وهران ان شاء الله، ونبداو ان شاء الله في البطوله نديروا انطلاقه ايجابيه ان شاء الله. ان شاء الله وهذا نتمنى. شكرا، بارك الله فيك. بارك الله فيك. صحيت الشيخ بدو زكي، اليوم نظن ثالث حصه تدريبيه تاع المولوديه، اليوم حضور لكل اللاعبين ما عدا لاعبين اثنين نعرفوا الاسباب تاعهم، وكيف هي الاجواء العامه تاع التحضير هذا البدايه تاع التحضيرات؟ والحمد لله الاجواء مبشره بالخير، كل شيء عنده طموح وعنده رغبه وعنده اراده باش التحضيرات تدوز في الشكل اللي هو مطلوب، وكذلك اللاعبين كلهم منخرطين باش يمكن لهم يعطوا كل ما عندهم ويكونوا واجدين في الجور الجاي، يعني في الوقت المناسب، يعني في اول مباراه رسميه اللي غادي يلعبوها في البطوله ان شاء الله تكون لصالحنا. بكل صراحه الاجواء كلها كتبشر بالخير. سي بدو، اليوم نظن في غياب تاع جوج لاعبين ناجي ونظن الحارس معزوزين، نظن نجمو نعرفوا الاسباب. بالنسبه للناجي فهو عنده ولده، دار ولده صغير يمكن رضيع، دار اوبيراسيون، والغياب تاعو فهو مسرح. بالنسبه للمعزوزي فهو طلب هذا الصباح هذا لان عنده شي حاجه كما تقولوا في الشراح، شي اكسيدون كانت وقعت شحال هذه وطلبوه في الشراح باش يمكن له يحضر، وفي المساء غادي يكون معنا. امور هي بالنسبه لي عاديه جدا. سي بدو، نظن اليوم الملاحظ انه فيه تنظيم محكم بالنسبه لسير التحضيرات، يعني فيه تنظيم ممنوع الدخول للملعب، يعني فيه احترافيه كبيره، خاصه يعني المحاضر البدني سي بوجنان معروف، اليوم اللاعبين شفناهم تجاوبوا باحترافيه هما كذلك مع هذه الطريقه الجديده تاع بدايه التحضيرات. بكل صراحه انا ما كنعرفش الطريقه القديمه كي كانت،
لكن طريق هذا العمل تاعي كله كتتبنى على اون بون اورغانيزاسيون، كذلك على الاحترام والريسبو والعطاء داخل الملعب. فالان الى شفتي كمال بوجنان قايم بواحد الدور اليوم مهم من ناحيه العمل تاعو، فهو بالنسبه لي ولا ليا ماشي غريب بحكم لا كومبيتونس تاعو، بحكم كذلك لا كارت فيزيت اللي عنده، سي سا كيشتغل معايا. لهذا فالظروف انتم اللي كتبان لكم مغايره، حنا ما كنعرفوش الظروف اللي كانت من قبل. اما بالنسبه لنا فهي ظروف عاديه جدا. هي ظروف عاديه، لكن اللي شفناه اليوم هي التجاوب تاع اللاعبين، يعني حابين باش يكونوا حاضرين هما كذلك مع بدايه البطوله، وهذا الشيء جميل. ويعني نحسوا باللي فيه روح تاع مجموعه منذ البدايه. من طبيعه الحال حنا كنمثلوا المؤسسه ديال المولوديه، وعندنا مسؤوليه كبيره، عندنا انصار اللي تابعيننا ومعقدين امل كبير علينا. ما نساوش المولوديه رغم النتائج اللي هي حسنه، الانسان ملي كيحضر الرتبه الرابعه فينجح مشرفه، ولكن الانصار ولاو كيطلبوا اكثر، ولاو بغاو البوديو، ولاو بغاو القاب اللي نقدر نقول تقاتلوا معاه هذه واحد 20 سنه. لهذا الاداره دارت واحد مجهود كبير من ناحيه انتدابات، من ناحيه عده امور اللي طلبتها انا باش الفريق يتحسن، لا في ليماج ديالو، لا في الاداء تاعو، لا كذلك في النتائج. واللعابه اللي جبناه عارف المشروع اللي داخل الليل، ما كيخصناش نستهتروا، ما كيخصناش ننزلوا يدينا، وهذه البدايه. وكنتمنى هذه البدايه تمشي بنفس او اكثر من هذه الوتيره، باش ان شاء الله الا بغينا في الشهر ديال جوان نفرحوا الانصار تاعنا. وهذا ما يتمناه الجمهور، وبارك الله فيك سي بدر. شكرا. بشار من شباب بالكور، اليوم راك في مولدية وهران دائما مع بدو زكي، هل هي الصدفة؟ هل هو الطلب تاع بدو زكي؟ وكيف وجدت المولودية مع بداية هذه التحضيرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. نظن رانا في تحضيرات هذا دوزيام جور مع المدرب بدو زكي. بدو زكي غني تعرف على الكرة العربية عموما. احنا رانا نحضروا في موسم تاعنا كما ينبغي، ان شاء الله رانا نخدموا ان شاء الله باش ندخلوا بقوة ان شاء الله في الموسم الجديد. وهل بدو زكي هو اللي كان وراء مجيء تاعك المولوديه، ولا انت اختاريت المولوديه، ولا كانت اطراف اخرى؟ لا، كاين اتصل بيا بدو زكي، اتصل بيا وبو عزة اللي قنعوني، زعما مام انا نتشرف باش نخدم مع بدو زكي، وهذا هو الطموح اللي خلاني نجي مولوديه. مام اللاعبين القدامى اللي سهلوا لنا المهمه ونشكرهم. وشنو شتان هذا ما كان. ميرسي حبيبي، الله يحفظك ويسلمك. شكرا. زيري حمار، اول موسم نظن في مولودية وهران بعد تجربه في الاتحاد الجزائر في شبيبه القبائل، اليوم او في شبيبه الثوره، اليوم راك في مولودية وهران، كيف كان الاختيار على المولوديه، وكيف وجدت الاجواء العامه داخل الفريق؟ جيت في فريق كبير كيما اليوسما ولا كيما جي اس كا، دونك عندي لوبجيكتيف دو مامبوزي هذا العام، de faire une grande saison. On a effectif شباب, on a entraîneur tani de qualité, ou le président donne la coach à notre disposition pour réussir. Inch'Allah, on va faire une bonne préparation et être prêt pour le championnat, Inch'Allah. زيري حمار، الكل متفق باللي عندك امكانيات كبيره، لكن فت بواحد المراحل صعيبه، اللي ما يكونش هذا الموسم تاع بحث المشوار تاعك من جديد. ايه ابخي دي فوا ما كانش دي ريزون سا ما تمشيش، دي فوا لا فوت تاعي، دي فوا لا فوت تاع لو كلوب، مي هنا نوفو ديبار، ان شاء الله على بالي بلي بالخدمه وبالسيريو تمشي ان شاء الله. ان شاء الله، وهذا ما نتمناه لك. شكرا، بارك الله فيك.